الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من كلام في الميديا. طبعا حلقتنا النهاردة فيها كلام كتير عن النادي الأهلي اللي هيلعب كمان 3 ساعات من دلوقتي مباراة مهمة قصاد الجونة في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة دي هتقام على ملعب السلام، إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يحقق فيها الفوز عشان يرجع لمكانه الطبيعي في صدارة المسابقة. المباراة دي هيقودها تحكيمان محمد عادل حكم رئيسي، هيعاونه محمد عبد المجيد وسامي هلهل المساعدين، وأحمد صالح حكم رابع، واحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكم خامس. ان شاء الله هنكون معاكم النهارده، هنتكلم عن المباراه دي، هنقول لكم طبعا كل كواليس معسكر الفريق قبل المباراه، وكمان هنكون لحد ما يوصل لملعب المباراه، هنقول لكم كمان اخر الاخبار، وهنتكلم عن الكره المحليه اللي فيها طبعا احداث كتير والدوريات الاوروبيه خصوصا الدوري الانجليزي اللي فيه ماتشات مهمه جدا النهارده، كمان في اخبار كتير عن محترفينا في الخارج. لكن في البدايه كالعاده بنبتدي باهم العناوين. الليلة الأهلي يواجه الجونة على ملعب السلام في الدوري. الفريق يرفع شعار لا بديل عن الفوز في سباق تجميع النقاط المؤجلة. السولية بدل عاشور ومؤمن جاهز للمشاركة. قمصان يقود تدريبات الغائبين عن لقاء الجونة. يوسف يطمئن على تأهيل صالح جمعة. استاد القاهرة جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي نهاية يناير. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي. دلوقتي قبل ما نروح لأهم أخبار النادي الأهلي على الجرايد، الأول نروح لزميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من مقر إقامة النادي الأهلي دلوقتي قبل 3 ساعات من اللقاء في المعسكر القائم حاليا. مساء الخير عليك يا كريم. أهلا بيك يا شيماء، برحب بيك، مساء الخير عليك طبعا في البداية وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا عايزه اعرف منك ايه الاخبار عندك، الكواليس عامله ازاي واستعدادات الفريق عامله ازاي قبل اللقاء الهام قصاد الجونه النهارده 8 مساء على ملعب السلام. يمكن طبعا في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي والجونه 8 مساء على استاد السلام، احد المباريات اللي مؤجله لفريق النادي الاهلي من الاسبوع السابع. طبعا مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، تلاحم المباريات بدا زي ما قلنا قبل كده مباراه المقاولون بتروجيت الجونه، كل 3 ايام مباراه بنفقد عدد من اللاعبين، سوء توفيق كبير بيقابل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، ان احنا كل مباراه بيبقى عندنا لاعب مصاب، لاعب عائد من اصابه بيصاب مره من جديد، لكن يمكن زي ما بناكد كل مره ثقتنا الكبيره في كل اللعيبه، وده الكلام الكبير اللي بيتكلم معايا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمد يوسف مع كل اللاعبين، لابد يكون كل اللاعبين جاهزين. الجرعات التدريبيه يمكن اللي بتتم على ملعب مختار التتش بنشوف حماس كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، سواء اللعيبه اللي بتشارك بصفه اساسيه او بشكل منتظم في المباريات، وايضا كمان اللعيبه اللي بتاخد اجزاء بسيطه جدا من المباريات. التلاحم الكبير في هذه الفتره يمكن ده اللي بيسبب خساره كبيره لكل اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيب يكون جاهز، كل لعيب يكون موجود في قائمة النادي الأهلي بإذن الله يكون على قدر المسؤولية ويحقق نقاط مهمة جدا وهي مباراة الأهلي والجونة. كالعادة يا شيمة طبعا بنطمن كل جمهورنا الكواليس والأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي سواء في التدريبات او هنا في فندق الاقامه، يمكن احنا كالعاده متواجدين صباحا هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد السلام اللي يقام عليه مباراه الاهلي والجونه، كالعاده كلها امور تركيز كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، كان في فطار طبعا صباحا في الساعه 11 صباحا، يليه طبعا وجبه الغداء المعتاده في الساعه 2:30 ظهرا، ومحاضره فنيه اخيره يمكن في خلال 10 دقائق او ربع ساعه هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه بقياده الكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي لوضع التشكيل، نقاط القوة والضعف طبعا اللي اتكلم عليها اكثر من مره في المحاضرات خلال الايام الماضيه، ايضا كمان النهارده لابد يكون في تركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، مباراه مهمه، كل المباريات المؤجله لفريق النادي الاهلي لابد يكون فيها الحصول على 3 نقاط لاستعاده شخصيه النادي الاهلي واللعب بروح الفانيله الحمراء من جديد ان شاء الله خلال الفتره القادمه. باكد كمان يمكن كابتن محمد يوسف كان ليه اكثر من جلسه مع لعيبه النادي الاهلي على اهميه هذه المباراه واهميه الفتره القادمه، سواء مؤمن زكريا زي ما اتكلمنا
قبل كده مؤمن يمكن موجود في قائمه فريق النادي الاهلي، كان غائب خلال المباراه الماضيه، لكن زي ما قلنا مؤمن بيتجهز ويتم الدفع بيه بالشكل المطلوب وبالشكل الذي يفيد النادي الاهلي وايضا كمان يفيد اللاعب على المستوى الشخصي. يمكن دي حاجات من الامور الجيده جدا من الجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ، ان كل لعيب يتم تاهيله ويتم وضع برنامج مميز جدا، لان الاستفاده اكيد هتكون مطلوبه جدا لكل اللاعبين. الامور حتى هذه اللحظه شيما مطمئنه لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون اختيار الكابتن محمد يوسف في التشكيل اللي هيخوض بيه المباراه النهارده يكون موفق في التشكيل. بيعود لنا اكثر من لاعب زي ما قلنا، محمد هاني بيعود، كان عندنا ازمه في الجانب الايمن لفريق النادي الاهلي، لكن بنشوف باسم علي، بنشوف محمد هاني، بنشوف كمان كريم نيدفيد اللي بيأدي اداء اكثر من رائع خلال المباريات الماضيه. ان شاء الله يا شيما النهارده باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي، ونكون مع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ولحظه بلحظه لننقل كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي في مباراه الاهلي والجونه. عوده ليك يا شيما، ولو فيها استفسار انا معاكي. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من فندق اقامه فريقنا دلوقتي قبل اللقاء بثلاث ساعات. طبعا هنكون مع حضراتكم خلال الساعات القادمه في تغطيه طبعا لكل تحركات وكل كواليس فريقنا. دلوقتي هنروح معاكم ونشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي النهارده. الأهرام الأهلي يواجه الجونة في سباق تجميع النقط المؤجلة، عودة مؤمن زكريا وانتظام سليمان أبرز أسلحة يوسف، صدقي يستعين بتوليفة جديدة. الأخبار الليلة الأهلي في مغامرة جديدة مع الجونة. الجمهورية في معركة الجونة على استاد السلام، الأهلي يرفع شعار لا بديل عن الفوز. الأخبار المسائي الأهلي في محطة الجونة، الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات في مؤجلة الدوري. الوفد صدقي في مواجهة يوسف، الليلة الأهلي يسعى لمواصلة صحوته في الدوري أمام الجونة، رفاق أزارو يتسلحون بروح الفانيلا الحمراء في مواجهة خبرة كتيبة جدو. اليوم السابع الأهلي يصطدم بالجونة في مشوار العودة للمنافسة على القمة، يوسف يحارب الإجهاد والإصابات وصدقي يخطط لانطلاقة قوية في بداية مشواره. الشروق الأهلي يسعى لمواصلة صحوته أمام الجونة، مؤمن زكريا يعود بعد غياب هشام محمد بديل لعاشور، استمرار نيدفيد وعلاء في الدفاع، يوسف الفوز في المؤجلات كفيل باحتلال القمة، وصدقي يبحث عن المفاجأة وتكرار سيناريو الاتحاد والمقاولون. روز اليوسف هل تستمر استرد الجونة؟ يوسف يحذر من صعوبة المباراة، وصدقي يظهر لأول مرة مع ممثل الصعيد. الدستور الأهلي يسعى لتأكيد الصحوة أمام الجونة، وإعلان المدرب بعد المباراة. الأهرام ريمون يطلب 7 مدربين لتدريب الأهلي، وجوزي مستشار فني لقطاع الكرة. المصور الرياضي شريطة اجتياز اللقاءات المؤجلة والفوز على الزمالك، المارد الأحمر قادر على قلب الموازين والحفاظ على اللقب. سيد عبد الحفيظ يتحدى الجميع، الأهلي بطل الدوري ولا عزاء للمغردين. الأخبار محمد يوسف مش خايف على الأهلي، الحاوي نجم في اي بي وأزارو مستمر، وجمعة يكون أو لا يكون، الشيخ راجع، كارتيرون لا ظالم ولا مظلوم، والأحمر في أسوأ حالاته هو الأفضل. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد من امبارح لحد النهاردة. أكيد كل جرايد مصر كانت بتكتب في صفحاتها الرياضية عن مباراة الليلة ما بين النادي الأهلي وما بين الجونة، والمباراة دي متأجلة طبعا من الجولة 7 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. قالت أغلب الجرايد أن مباراة الليلة مباراة النادي الأهلي بيسعى فيها أن هو يأكد صحوته في الدوري ويحقق الفوز على الجونة. كمان جريدة الأهرام قالت أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لسه حائر في التعاقد مع مدير فني جديد، خصوصا أن ريمون دياز طلب أن هو يجي ومعاه 7 مساعدين بينهم ابنه وجهاز فني وجهاز طبي كامل. وكمان الأرجواني كارينيو كان مدرب للنصر السعودي، وهو طبعا من ترشيح البرتغالي مانويل جوزيه، واللي تم الاستقرار على تعيينه كمستشار فني لقطاع كرة القدم في النادي الأهلي.
كمان في جريده الاخبار كان في حوار مع كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للاهلي، تصريحاته انه مش قلقان على النادي الاهلي وان هو شايف ان الفريق ماشي بخطى ثابته للرجوع لمكانه الطبيعي وان النادي الاهلي يقدر يفوز في المؤجلات بفضل اصرار اللعيبه وخبرتهم الكبيره، وفي الحاله دي النادي الاهلي هيحتل القمه وده بالتاكيد هو الوضع الطبيعي للنادي الاهلي. اتكلم عن وليد سليمان، قال محمد يوسف انه نجم من طراز مميز ولا غنى عن مهاراته وخبرته الكبيره وروحه العاليه في الملعب. كمان اكد محمد يوسف ان اظهاره مستمر مع الفريق وان كل الاشاعات اللي بتتقال عن رحيله مش صحيحه. كمان اكد محمد يوسف ان احمد الشيخ بدا ان هو يستعيد الكثير من مستواه وهيكون ليه وضع مختلف في الموسم الحالي مع النادي الاهلي. برضه اتكلم عن كارتيرون وعن رحيله عن الفريق، وقال محمد يوسف ان الفرنسي المدير الفني السابق للنادي الاهلي له ظالم ولا مظلوم، ولكن رحيله عن الفريق كان بسبب سوء النتائج. ده كان أهم كلام الجرايد عن النادي الأهلي. تعالوا دلوقتي نشوف برضو أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. موقع كورة، تعديل وحيد في تشكيلة الأهلي أمام الجونة. بوابة أخبار اليوم، جوزي هذا ما يحتاج الأهلي وموقفي من قيادته. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أمصان يقود مران الغائبين عن مباراة الأهلي والجونة. البوابة، حسام عاشور راح من مران مستبعدي الأهلي. الشروق، رباعي الأهلي واصل التأهيل على هامش التدريبات الجماعية. فيتو، نزلة باردة تبعد أكرم توفيق عن تدريبات الكرة في الأهلي. المصري اليوم، محمد يوسف يطمئن على برنامج تأهيل صالح جمعة. كورة، عادل عبد الرحمن مؤمن زكريا سيعود لمستوى بقوة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الألفي جاهزون لمواجهة سبورتينج في نهائي دوري المرتبط. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال الطائرة يلتفت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رجال السلة يبدأ معسكر الإعداد لمواجهة الزمالك. الأهلي يشارك في فعاليات توقيع اتفاقية لاليغا. نروح مع حضراتكم لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي على مواقع الإنترنت، ونبتدي بموقع كرة اللي قال إن المرجح إن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي هيعمل تعديل وحيد على تشكيل النادي الأهلي قصاد الجونة بمشاركة عمرو السولية أساسي على حساب حسام عاشور اللي طبعا بيغيب بسبب الإصابة، ويعتمد يوسف على تشكيلة بتضم الحارس شريف إكرامي قصاده الرباعي أيمن أشرف، أحمد علاء، سعد سمير، كريم ندبد أو كريم وليد عشان يقوموا بدورهم الدفاعي. كمان عمرو السولية، وليد سليمان، هشام محمد، ناصر ماهر، واحمد الشيخ لخط الوسط، والمغربي وليد ازارو للهجوم. بوابة أخبار اليوم كمان قالت رحب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي بالعودة للقلعة الحمراء من جديد بعد ما فتحت إدارة النادي الأهلي خط ساخن مع البرتغالي بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد خسارة اللقب الأفريقي والخروج من البطولة العربية. أكد مصدر في النادي الأهلي أن جوزيه تقبل بصدر رحب عودته للقلعة الحمراء، خصوصا ان في علاقه بتربطه مع الجماهير واللعيبه ولكن كمستشار فني وليس كقائد للجهاز الفني. وقال كمان المصدر ان جوزيه رفض العمل كمدير فني مؤكدا انه تحدث مع اداره النادي انه ترك عمل التدريب من فتره واعلن عن ذلك وانه لا يتاخر ابدا عن النادي الاهلي في اي وقت، واكد انه مستعد ان هو يشتغل كمستشار فني في النادي الاهلي. وكمان قال الساحر ان النادي الاهلي محتاج بعض الاحتياجات اللي هتفيده أكيد خلال الفترة اللي جاية، واتمنى أن يقود النادي الأهلي واحد من المدربين اللي جايين من المدارس البرتغالية أو الألمانية بالإضافة لمدرب أحمال في الفريق بجانب متخصص في تحليل الأداء للعيبة بالإضافة لتدعيم الفريق بصفقات متميزة في انتقالات يناير الشتوية اللي جاية سواء من الدوري المصري أو من بره الدوري المصري.
موقع رسمي للنادي الاهلي قال ان سامي قمصان مدرب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قاد تمرين مجموعه من اللاعبين الغايبين عن مباراه الفريق قصاد الجونه. شهد التمرين مشاركه احمد حمودي، صبري رحيل، عمرو بركات، محمد شريف، عمرو جمال، واحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، وعمار حمدي، وخاض اللعيبه تدريبات بدنيه مكثفه قبل تنفيذ عدد من الفقرات الفنيه الخاصه بدقه التصويب والتعامل مع الكرات العرضيه. كمان البوابة قالت حصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على راحة من المشاركة في مران مجموعة اللاعبين الغايبين عن مباراة الفريق قصاد الجونة. منح الجهاز الفني راحة لحسام عاشور وهيرجع إن شاء الله بكرة يوم الخميس لاستئناف التدريبات مع الفريق بشكل طبيعي. عاشور غادر مباراة الفريق الأخيرة قصاد بتروجيت بسبب الإصابة وبيخضع دلوقتي لتدريبات علاجية عشان يجهز للمباريات القادمة. كمان الشروق قالت ان رباعي نادي الاهلي بيواصل التاهيل على هامش التدريبات الجماعيه احمد فتحي، علي معلول، جونيور اجاييه، وصالح جمعه. رباعي الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي ادوا تدريبات تاهيليه على ملعب مختار التتش في الجزيره النهارده الصبح، واشرف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل والعلاج الطبيعي على تدريبات رباعي في ظل البرنامج البدني الخاص بكل لاعب فيهم. كمان واصل صالح جمعه تنفيذ برنامج التاهيل البدني الخاص خاص بيه. كمان فيتو قال اكتفى اكرم توفيق لاعب وسط الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي باداء تدريبات في الجيم النهارده الصبح على هامش تمرين مجموعه اللعيبه الغايبه عن مباراه الفريق الجونة. ادى اللاعب امران خفيف بعد ما اشتكى من تعرضه لنزله برد منعته من المشاركه في التدريبات اللي كانت موجوده النهارده على ملعب مختار التتش في الجزيره. كمان المصري اليوم قال ان حارس محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي على الحديث مع صالح جمعه عشان يطمن على برنامجه التاهيلي واللي بيخضع ليه في ملعب مختار التتش تمهيدا لرجوعه للمشاركه في التمرين الجماعي. حارس محمد يوسف ان هو يحفز اللاعب ويطالبه بالجاهزيه سريعا عشان يقدر يرجع للمشاركه مع الفريق بعد قرار قيده في يناير المقبل. كمان موقع كوره قال ان ابدع عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الاهلي 97 سعادته بتجديد مؤمن زكريا مهاجم الفريق الاول عقده مع النادي الاهلي. واكد عبد الرحمن في تصريح خاص لموقع كوره انه كان بيتكلم باستمرار مع مؤمن زكريا واقترح عليه فكره ان هو يلعب مع فريق الشباب عشان يجهزه بدنيا، وقال كمان ان اللاعب هيرجع لمستواه بكل قوه في المرحله اللي جايه بعد انهاء ملف تجديد عقده وتوقيعه لمده 3 مواسم واستمراره مع الفريق الأحمر. قال كمان مؤمن مثل ابني ودربته في قطاع الناشئين وأثق فيه تماما وسيعود بكل قوة في المرحلة المقبلة بعد محافظ على لياقته البدنية مع فريق الشباب. نروح معاكم لأخبار الألعاب الأخرى وهنروح ونشوف الأخبار من موقع النادي الأهلي الرسمي اللي بيقول إن إيهاب الألفي المدير الفني لكرة السلة أو لكرة في النادي الأهلي أكد جاهزية اللاعبات لمباراة سبورتنج مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط، وقال الألفي إن لاعبات النادي الأهلي عندهم دوافع كبيرة جدا عشان يقدروا يحققوا الفوز في مباراة النهاردة قصاد سبورتنج ويسهلوا مهمة حصد اللقب قبل مباراة العودة. قال كمان ان هو اتكلم مع اللاعبات بضروره التركيز في مباراه النهارده وحسم نتيجه بالفوز والتركيز في كل فترات اللقاء، واتمنى الالفي ان يكون التوفيق حليفه وحليف لاعباته النهارده عشان يفوزوا في البطوله في مباراتي اليوم وغدا امام سبورتنج عشان يساعدوا جماهير الداعمه للفريق طول الفتره اللي فاتت.
لسه مكملين معاكم أخبار الألعاب الأخرى في النادي الأهلي من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. والفريق الأول لكرة الطايرة رجال في النادي الأهلي هيرجع يوم الأربعاء اللي جاي عشان يستأنف تدريباته بعد حصول اللعيبة على راحة لمدة 24 ساعة بعد مباراة بني سويف الأخيرة في الدوري. قرر محمد مصلحي المدير الفني للفريق رفع الحمل البدني حيث يؤدي اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحا ومساء في إطار تجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة. كان الفريق نجح في الفوز على بني سويف بثلاث أهداف أو بثلاث أشواط نظيفة ليواصل عروضه القوية في البطولة اللي بيسعى للتتويج بلقبها. كمان الفريق الأول لكرة السلة رجال في النادي الأهلي بيبدأ النهاردة يوم الأربع استعداده للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك يوم الجمعة والسبت في مباراتي ذهاب وإياب لدور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين. قرر طارق خيري المدير الفني للفريق أن هو يدخل في معسكر مغلق لفرض أكبر قدر من التركيز في ظل أهمية المباراتين والسعي نحو الفوز فيهم واستكمال المشوار في البطولة. الفريق حصل على راحة لمدة 24 ساعة بعد مباراة الكهرباء واللي فاز فيها في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال أن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي مثلوا وفد النادي الأهلي في حضور فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين في الدوري الأسباني لاليغا وجامعة إسلاسكا الفرنسية واللي أقيمت في منزل السفير الأسباني في القاهرة. رحب أرتارو أفيليو السفير الأسباني في القاهرة بعضو مجلس إدارة النادي الأهلي مشيدا بالدور المهم اللي بيلعبه النادي الأهلي في الرياضة المصرية وأكد على التعاون المثمر ما بين النادي الأهلي والسفارة الأسبانية في القاهرة. كمان أشاد ممثلو لاليغا بوفد النادي الأهلي وأكدوا اهتمامهم بأنه يكون نادي الأهلي طرف في الاتفاقية دي في المستقبل القريب. شارك محمد سراج الدين عضو مجلس النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التسويق في فعاليات تلك الاتفاقية بعدما تلقى مجلس الإدارة دعوة رسمية من السفارة الأسبانية في القاهرة وطرفي الاتفاقية لحضور فعاليات التوقيع. نروح دلوقتي معاكم نشوف التقرير ده عن الاتفاقية اللي كنا بنتكلم عليها دلوقتي ونرجع لكم تاني. مرحب بالحضور الكريم من النخبة المؤمنة، لأن بالدور الذي تلعبه الرياضة ليس فقط في تنمية الإنسان ورقيه ولكن أيضا لما تستحقه مصر من دور ريادي في هذا المجال. تعلمون حضراتكم أن هذه الاحتفالية هي لتوقيع بروتوكول التعاون بين لاليغا وجامعة إسلاسكا مصر لاليغا بيزنس سكول، وإسلاسكا هي اختصار للمدرسة العليا للعلوم الإدارية والتجارية التطبيقية. وهذا البروتوكول إنما يعني أساسا الخطوة الأولى نحو تنمية وتدريب الكوادر التي تعمل في مجالات إدارة هذه الصناعة. اتفاقية في المجال التعليم الرياضي، وبتهدف إن يكون في كورسات في مختلف المجالات سواء الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي، دبلومة أو ماجستير. طبعا هي بتتطرق هتبدأ بدبلومة، بعد كده هتتطرق أو هتوسع إن هي تكبر تكون مستوى ماجستير. فدي حاجه انا شايف ان هي مطلوبه في السوق المصري، يعني مطلوبه لان انت عندك القطاع ده مش معلهوش تركيز قوي، القطاع اللي هو التعليم الرياضي يعني او اللي هو السبورتس اديوكيشن مفيش عليه فوكس قوي في مصر زي بره. فاحنا من طرفنا برضو كنادي اهلي كان ده من هدف من اهدافنا في المجلس ان احنا نقدر نطبق ده كدورنا برضو كنادي اهلي نحو اولادنا ونحو شباب النادي ونحو العاملين بالنادي ونحو اي حد بينتمي للنادي وبرضو نحو مصر، يعني ان انت برضو يبقى في تطوير للقطاع الرياضي في مصر. الاتفاقيه دي اتوقعت ما بين جامعه اسلسكا في مصر ولاليغا الدوري الاسباني، وهي اتفاقيه مهمه لانها بتقوم على برامج تعليميه وتدريبيه، وده بياكد لنا ان الدوري الاسباني لاليغا اسبانيولا مش مجرد كره قدم وبس، لكن كمان في مبادرات
وإضافة جديدة للعلاقات ما بين مصر وإسبانيا. De fútbol y me parece que eso añade mucho al valor internacional que tiene la liga. الحقيقة الهدف من الاتفاقية إنه مصر محط أنظار العالم. الكرة المصرية الآن الكل يسعى صوبها. كلنا طبعاً حد من الأندية ونتمنى إن التواصل ده يتم يعني توافقاً حتى مع طموحنا في إنه يبقى عندنا منتج كروي قابل للتصدير. وشفنا مو صلاح قبله طبعاً تجارب كثيرة جداً، ولكن الآن هذا هو الطموح. وده ما يعني واحنا في شاشة الأهلي ما خلاش الحكاية بعيد. الأهلي عنده طول الوقت زيارات خارجية للأندية وبعثات ووفادات، وأيضا وقع مع الليجا الأسبانية اتفاقية شراكة. وبالتالي أعتقد أنه ده بيساوي أن مصر ماشية إن شاء الله في طريق صحيح. قوتها النعمة هي كرة القدم والفن والثقافة بتعود. aparte del convenio educativo la liga هتقوم بدعوة محترفين إسبان وهيقدموا سيمينار في مصر مع المسؤولين الرياضيين في مصر والمؤسسات الرياضية في مصر حوالين الفار والتكنولوجيا الجديدة في الرياضة. احنا الهدف كله ان صناعة الرياضة عموما تقدمت والكرة بالذات في العالم، واحنا لسه في مصر يعني بنحاول في المرحلة دي. فجت الاتفاقية مع الليجا ان هم يقدروا يعملوا معانا نقل خبرات وننقل اللي هم عملوه في الدوري هناك وفي الأندية بتاعتهم للي موجود هنا. وطبعا ده حاجة من الحاجات اللي يعني الاهلي من الحاجات النوادي السباقة عندنا في مصر في الموضوع ده، وما ينفعش حاجة زي دي تتعمل في مصر من غير ما يكون الاهلي جزء منها مع الجامعه. لان يعني احنا عندنا الجزء بتاع الاداره ازاي، الاداره الرياضيه ده جزء اللي احنا خاصين بيه في جامعه اسليسكا. الجزء التكنيكال يعني او الفني بتاع اداره الرياضه نفسها هنجيبه من الليجا، وهنقدر نطبق الموضوع ده بحاجات زي نماذج في مصر على النادي الاهلي وعلى النوادي اللي موجوده واتحادات الكوره. يعني ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله يعني بالاتفاقيه دي. principalmente a presentar el acuerdo de colaboración. احنا جينا في المقام الاول علشان نقدم الاتفاقيه دي. الغرض منها ان هي تاهيل محترفين على اداره الرياضه بالتحديد مع لا ليغا، وتبادل الخبرات. الكورس الاولاني او الدوره الاولانيه اللي احنا شرعنا فيها بالفعل هي دوره تاهيل ماركتنج او تسويق في مجال الرياضة وكرة القدم، وده بعد كده استتبعها دورات أخرى ومشاريع أخرى إن شاء الله كله فيه. يتجدد لقاء جماهير الأهلي مع فريقها في منافسات الدوري، حيث يستضيف أبناء القلعة الحمراء فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع للدوري في ملعب الأهلي. تتابعون كافة التفاصيل وأهم الأخبار والتحليل الفني للمباراة مع الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة حسني في ضيافة عبد الحميد حسن، كما تلتقون عقب نهاية المباراة بالفقرة التحليلية مع الحكم الدولي أحمد عودة. انتظرونا في ملعب الأهلي اليوم الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. إننا دايما بنبص لاسم الأهلي الكبير، دايما شايفين مستقبلنا. مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. بوابة فيتو عصام عبد الفتاح توقيع بروتوكول تحكيمي مع المغرب والجزائر. الشروق اتحاد الكرة سننتهي من الدوري والكاس قبل بطولات إفريقيا 2019. سوبر كورة الكاف يخطر اتحاد الكرة بترتيب حضور محمد صلاح حفل أحسن لاعب في أفريقيا. اليوم السابع دورة ودية لمنتخب 2001 في دبي في مارس.
رئيس استاد القاهرة يعلن الموعد النهائي لعودته للخدمة والأندية التي طلبت استخدامه. بوابة الفجر حطب، لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل. يورو سبورت عربية، لاعب الأهلي والزمالك على قائمة سليمان لتدعيم بتروجيت. بوابة فيتو، مدرب النجوم نعاني من أزمة في الهجوم، أحمد سامي مالوش في المشكلات. الوطن سبورت، كلوب لصلاح، قدم كل ما لديك والحكم نهاية الموسم. المصري اليوم، محمد عواد أفضل أو أفضل اللعب في الدوري السعودي على الأهلي والزمالك. صدى البلد، نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجي في يناير. سبورت 360، ريال مدريد يراقب إيكاردي وقاهر برشلونة. كرة، بوكا جونيورز يودع جماهيره قبل التوجه لمدريد. الشروق اليوم، 6 مباريات في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، قمة ما بين مانشستر يونايتد والأرسنال وليفربول لمطاردة السيتي أمام بيرنلي. يلا كرة، رونالدو يعتذر عن حضور إياب نهائي كاس ليبرتادوريس. 1-3 بايرن يرصد 150 مليون يورو لخطف نجمي أياكس من برشلونة. سبورت 360، الحاج ضيوف ندمت على ارتداء قميص ليفربول. سوبر كورة، سيميوني يشكك في أحقية منح الكرة الذهبية لمودريتش على حساب غريزمان. كورة، فوجبا لمورينيو، لست كبش فداء. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار ونبتدي مع بوابة فيتو. قالت أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أكد أن اتحاد الكرة هيوقع بروتوكول تعاون مع المغرب والجزائر عشان يتم تبادل الخبرات التحكيمية. قال كمان عبد الفتاح أن توقيع البروتوكول قريب جدا في ظل رغبة الأندية المصرية بتعيين حكام غير مصريين في المباريات. اتحاد الكرة وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد التونسي لتبادل الحكام. خلاص، كمان الشروق قالت ان احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره قال انه لا داعي للقلق بشان انتهاء النسخه الحاليه من بطوله الدوري والكاس. وقال كمان مجاهد في تصريحات تلفزيونيه ان الدوري والكاس هينتهوا قبل ما يتم تحديد الفرق المشاركه في النسخه القادمه لدوري الابطال والكونفدراليه في موسم 2019-2020. اكد كمان احمد مجاهد ان رئيس الاتحاد هاني ابو ريده مستني تصور كامل من رئيس لجنه المسابقات عامر حسين بشأن الجدول الكامل للبطولتين يوم 10 ديسمبر اللي جاي. سوبر كورة كمان قال ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لجأ لنظيره المصري برئاسة هاني ابو ريدة للتواصل مع الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، وده عشان يرتبوا حضوره للحفل المقرر لاختيار افضل لاعب في افريقيا واللي بينظمه الاتحاد القاري، وبيعلن الكاف جايزة افضل لاعب في افريقيا يوم 8 من الشهر المقبل 8 يناير في العاصمة السنغالية داكار. بينافس اللاعب على اللقب مع عدد من اللعيبة اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية المختلفة. وفشل مسؤولي الاتحاد الأفريقي ان هم يتواصلوا قبل كده مع اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب انشغال محمد صلاح الدايم بمباريات فريقه، وطبعا كان في رغبة من الاتحاد القاري في تحديد برنامج للاعب وزيارته المرتقبة اللي هيقوم بها في العاصمة السنغالية داكار. وتواصل الجهاز الإداري للفراعنة بناء على طلب من هاني أبو ريدة مع محمد صلاح وبلغوه برغبته في أو برغبة عدد من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي إن هم يتواصلوا معاه عشان يرتبوا معاه لحضوره لحفل الاتحاد العام الحالي، وده أكيد اللي رحب بيه محمد صلاح وأكد إن هو حريص جدا إن هو يتكلم مع مسؤولين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
كمان اليوم السابع قال ان منتخب مصر مواليد 2001 بقياده ربيع ياسين قرب من المشاركه في دوره وديه في دبي خلال شهر مارس اللي جاي في اطار الاستعداد لخوض تصفيات كاس امم افريقيا 2020. بينتظر منتخب ربيع ياسين معرفه المنتخبات المشاركه في بطوله دبي من خلال مخاطبات ما بين الاتحادين. كمان بيجهز اتحاد الكوره لاستضافه دوره وديه في ابريل المقبل بمشاركه دول شمال افريقيا زي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. كمان في الجول قالت ان علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره كشف عن الميعاد النهائي المحدد لرجوع الملعب للخدمه. وقال علي درويش في تصريحات اذاعيه الصور المنتشره لاستاد القاهره على مواقع التواصل الاجتماعي بتشير لعدم اكتمال اعمال الصيانه الجاريه فيها حقيقيه بالفعل. وقال كمان الاعمال الجاريه لن تستمر لشهر مارس كما يقال وانما ستنتهي مع نهايه شهر يناير، اي ان الملعب سيكون جاهز للاستاد استخدام مع بداية شهر فبراير القادم. كمان قال درويش انتهينا من البنية التحتية للاستاد ونحن الآن في مرحلة تركيب الفايبر والنجيل الشتوي للملعب. وكمان قال في تصريحاته الأندية اللي تواصلت معانا عشان تلعب مبارياتها على استاد القاهرة بعد اكتمال أعمال الصيانة هي نادي الأهلي ونادي الزمالك واللي استعجلونا كمان عشان ننتهي من الصيانة، بجانب مصر المقاصة واللي برضو بيطلب ان هو يلعب على استاد القاهرة ومنتخب مصر بالتأكيد. كمان بوابة الفجر قالت ان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اكد ان لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزارة العدل بعيدا عن اللجنة الأولمبية. قال كمان هشام حطب في تصريحات لي النهاردة نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعني انه هيكون خاضع للقضاء الإداري وده اللي بيخالف تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية واللي بتعتبر ان لجوء اي نزاع رياضي للمحاكم الإدارية تدخل حكومي. وقال كمان ان مركز التسويه والتحكيم الرياضي بشكله الحالي مستقل عن اللجنه الاولمبيه في كل قراراته برغم ان هو تابع ليها. سبورت عربية قالت ان مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجيت حدد المراكز والصفقات اللي عنده رغبة ان هو يدعم بيها فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووضع مدرب الفريق البترولي احمد علاء مدافع نادي الاهلي على راس المدافعين اللي عنده رغبة في التعاقد معهم في يناير المقبل لمدة 6 شهور على سبيل الاعارة في حال رحيله عن النادي الأهلي. طلب كمان مؤمن سليمان التعاقد مع لاعب وسط مدافع مميز رشح محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط نادي الزمالك للتعاقد معاه لمدة 6 شهور برضو على سبيل الإعارة. كمان بيسعى المدرب مدرب بتروجيت لتدعيم مركز صانع الألعاب في ظل العجز اللي بيعاني منه الفريق في المركز ده ورشح لمسؤولي النادي السويسي حسين فيصل لاعب فريق الشباب في نادي الزمالك للتعاقد معاه في يناير المقبل. كمان بوابة فيتو قالت ان احمد صالح مدرب النجوم قال ان الفريق كان بيعاني من ازمة هجومية خلال مواجهة بيراميدز في الدوري وقال ان عدم التركيز في اخر 12 دقيقة ضيعوا الفوز. وعن احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية قال محتاجين ان احنا نتعاقد مع العديد من اللاعبين في اكتر من مركز وكل فرق الدوري محتاجة ان هي تدعم صفوفها حتى الفرق الكبيرة. كمان صدى البلد اتكلمت عن نورسال المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي اللي كشف عن امكانيه رحيل محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق والمنتخب المصري خلال فتره الانتقالات الشتويه. واكد في تصريحات لاذاعه راديو سبور التركيه ان الفريق بيحقق طبعا نتائج كويسه جدا وبيتمتع باستقرار كبير. وقال كمان ان وجود تريزيجيه ومباي ديان بيضيف للفريق الكثير خاصه مع تالقهم خلال الفتره اللي فاتت. وقال كمان ان الاداره
بتسعى للحفاظ على النتائج الطيبة والاستقرار، ولكن لم يقرر مجلس إدارة النادي عن تصرفه حال وصول عرض مغري لأحد النجمين، وقال أن الفريق عنده العديد من الأهداف اللي بيسعى أن هو يحققها من خلال وجود نجوم مميزين في الفريق. وقال كمان أن الفريق بيسعى للتعاقد مع لاعب مميز زي تريزيجيه عشان يضمن قوة الفريق في حالة رحيل تريزيجيه. وعن المصري اليوم قال ان محمد عواد حارس مرمى نادي الوحده السعودي المعار من نادي الاسماعيلي قال ان هو بيفضل الاستمرار في الدوري السعودي في الموسم اللي جاي عن الانتقال للاهلي او لنادي الزمالك. وقال كمان في تصريحاته النهارده لا اعلم تفاصيل عقدي مع الوحده اذ كان هناك بند بشان اعاده البيع ام لا، لكن في كل الاحوال ساعود للاسماعيلي بعد نهايه الاعاره لو لم استمر في السعوديه. قال كمان الاسماعيلي هو بيتي وصاحب فضل علي، وأشكر مسؤولي الإسماعيلي على إعطائي فرصة للاحتراف في الخارج ومتبقي في عقدي موسمين مع الدراويش. وقال كمان لم أبدي أي رغبة في الانتقال للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، وأفضل الاستمرار في الدوري السعودي في الفترة المقبلة، أنتظر نهاية الموسم لتحديد مصيري. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، طبعا تابعوا معانا على مدار الساعات القادمه لغايه لقاء النادي الاهلي والجونه، تغطيه مميزه وخاصه طبعا من قناه النادي الاهلي اللي فارقنا ان شاء الله النهارده يكون الفوز هو حلفنا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله يوم السبت القادم الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.